بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقلنا إن القرآن يتميز عن سائر معجزات الرسل السابقين وعن سائر كتب أحكامهم بأنه جمع المعجزة والمنهج في شيء واحد، وكان الرسل السابقون مناهجهم منفصلة عن معجزاتهم، فلهم معجزة يتحدون بها ليثبتوا صدق بلاغهم عن الله، ولهم كتاب منهج من الله. أما القرآن فقد جاء المنهج هو المعجزة، لأنه جاء للدنيا كلها في كل أزمنتها وفي كل أمكنتها، فلا بد أن تبقى المعجزة مع المنهج ليقول كل واحد آمن بمحمد قبل قيام الساعة: محمد رسول بمنهج وهذه معجزته. وقلنا عربيا ما دام قد أرسل للناس كافة، فلماذا كان باللسان العربي؟ والأمم تختلف ألسنتها باختلاف مواقعها من تواضعها على لغتها. قلنا إن القرآن نزل عربيا لأن القصد الأول فيه إثبات التحدي لمن ينزل فيهم الرسول بلسان قومه الذين يستقبلون دعوته أول استقبال، وبعد ذلك حين يؤمنون به ينساحون في الدنيا ليحملوا معجزة من نوع آخر. هذه المعجزة هي تحدي كل الحضارات فيما وضعت من التقنين الذي يسعد حركة الحياة في الإنسان، مع أنهم أمة أمية لا حظ لهم من علم ولا حظ لهم من معرفة ولا حظ لهم من ثقافة، ومع ذلك تحدوا الحضارتين: الحضارة الشرقية في فارس والحضارة الغربية في روما. وأيضا ليتحدوا بغير اللغة، يتحدوا بالاستنباءات التي جاء بها القرآن قبل أن تحدث في الكون، وينبئ القرآن بها، فإذا ما انتهت إليها عقول البشر في العصور المتأخرة قلنا إن القرآن سبق ولمح إليها وأشار إليها، وذلك دليل على أن الذي نزل عليه استقبله من ربه الذي يعلم ما تكون عليه الأحداث في الكون، ذلك هو الإعجاز. فإذا قال قائل كما يقول المستشرقون: كيف تقولون إن القرآن عربي؟ وبعد ذلك تأتي ألفاظ تقول: هذا اللفظ فارسي، وهذا اللفظ رومي، وهذا اللفظ يمني، وهذا اللفظ حبشي، حتى آمين التي نؤمن بها على دعاء الإمام حين يخطب نقول آمين، قال له: آمين اللي أنتم بتأمنوها بتقولها كلكم مش عربي، دي حبشية، فكيف تقولون إنه عربي؟ فيرقم ما هم يظنون أن كلمة عربي يعني يكون العربي نطق بها من أول ما نشأت لغة العرب. لا، العربي استقبل ألفاظا باختلاطه بالأمم ثم دارت هذه الألفاظ على لسانه، فأصبح حين يتكلم بها يفهمها العربي فبقت عربية، انتهى. ولذلك إحنا الآن كل ما يجد أي شيء بنعمل له ايه؟ بنجيب اللفظ بتاعه ونترجمه ونعربه وندخله في ايه؟ في لغتنا، بعد ما يدور على ألسنتنا ونتفاهم به يصير ايه؟ يصير عربية. وقوله لعلكم تعقلون يستنهض همة العقل ليفكر في الأمر، والمنصف بالحق يهمه أن يستقبل الناس بالعقل، إنما المدلس يهمه أن يستر العقل جانبا لينفذ بمراده من وراء العقل. فحين ينبهك إنسان في سلعة يقول لك فتش فيها كويس، شوف الفتلة دي كويسة، شوف المش عارف القماش ما بينقطعش، وتفكر مش عارف إيه، بيستحس فكرك علشان هو واثق من جودة إيه؟ من جودة صنعته. ولكن لو أن الصنعة مش جيدة ما يقولكش فكر ارجع يعقل، كل ما يقول فكر وقل وتذكر دليل على أنه واثق أن مهمته مع العقل،
فإذا تدبر العقل أو تذكر ينتهي إلى الإيه؟ إلى الحق. والذي يدلس يستر العقل، والذي لا يدلس ينبه مين؟ ينبه العقل. نحن نقص عليك أحسن القصص. نحن قلنا دي أسلوب، إحنا في عرف البشر لما يجي واحد يعظم نفسه أو يتكلم لا باسم ذاته ولكن باسم أمته وباسم شعبه يقول لك نحن الملك، نحن رئيس الجمهورية، نحن كذا، بنقول كذا بيعظم نفسه. وإحنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن فعل يأتي بضمير الجمع. ليه؟ لأن كل فعل يتطلب وجود صفات متعددة، يتطلب علما بها، يتطلب حكمة، يتطلب قدرة، يتطلب إمكانيات. فحين يقول نحن يعني احنا عندنا الصفات اللي تقوم بكل ايه؟ بكل مطلوب في الحياة ومقدر. لكن ان تكلم عن الذات لابد ان يوحد، يقول انني انا الله. لكن لما يتكلم انا وانزلنا ونحن كل ده، نحن نقص عليك احسن القصص. نقص عليك احسن القصص، الذي يقص هو الله. فإذا وجد فعل لله خذ الفعل بذاته وخصوصه، ولا تحاول أن تشتق منه اسما لتطلقه على الله. فإذا قال نحن نقص، إياك أن تقول الله قاص، خلها على قد ما قال هو. لكن إذا كان الفعل له صفة من صفاته التي علمنا في أسمائه الحسنى، الله خلق يبقى منه خالق ولا لا؟ الله وهب يبقى منه وهاب ولا لا؟ الله أعز يبقى منه معز ولا لا؟ الله أزل يبقى منه مزل ولا لا؟ فإذا رأيت فعلا له من أوصاف الذات الأقدس اسم من الأسماء الحسنى، اطلق الاسم كما أطلقه الله. فكأنك في كل ما يتعلق به ذات وصفات وأفعال ملتزم ما يقوله، لأننا لا نعرف شيئا عن الله إلا ما أخبرنا الله إيه؟ أخبرنا الله عنه. فإن قال نحن نقص، يبقى تقول إيه؟ الله يقص. اوعى تقول الله إيه؟ قاص. تيجي في سورة مثلا الرحمن علم القرآن، اختصر على علم. اوعى تقول الله معلم، ما تقولهاش دي أبدا. يقول ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم. اوعى تقول الله مفتن، ما تقولش. تبقى تختصر على إيه؟ على الفعل. الله يمكر، اوعى تقول. واذا جاء بفعل في مقابل فعل لازم تقوله مقابله، ما تقولش الله يمكر وحده. الله يمكر، هم يمكرون والله ايه؟ مقابل عليه. هم يخادعون والله ايه؟ يخدع. يبقى اذا لازم نلتزم الادب مع الذات الاقدس، الذي اطلقه اسما نطلقه اسما، الذي اطلقه صفه نطلقه صفه، الذي اطلقه فعلا نطلقه ايه؟ نطلقه فعلا. نحن نقص عليك. كلمة القصة تقول قصصا وتبقى ايه معناها؟ قال لك القص الاتباع، معنى القص ايه؟ الاتباع. العلماء لما يقول لك لان القصة كلمة تتبع كلمة فسماها قصة عشان الكلمة دي بتتبع ايه؟ نقول له يا اخي كل حديث وان لم يكن قصة كلمة بتتبع كلمة. قل لي ايه اللي بيتبع ايه في القصص؟ ده مأخوذة من قص الأثر. معنى قص الأثر يعني ايه؟ واحد مشي كده وترك آثار في الايه؟ في الأرض. نقوم نمشي تبع الايه؟ يبقى أنت تابع للايه؟ لا تنحرف عن الأثر كده. ولذلك اقرأ القرآن وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جل. قصيه يعني تتبع ايه؟ تتبع الخطى بتاعته الايه. يبقى مش التتبع، تتبع كلمه بكلمه، والا فكل كلام وان لم يكن قصه تتبع الكلمه فيه الايه؟ الكلمه. انما قصه يعني تبع بقوله ما حدث بالفعل، كما يقص الانسان اثر الايه؟ الانسان على اثر. هناك في فارتد على اثرهما ايه؟ قصصا. مش قالوا انا نسيت الحوت وما انساني الا الشيطان وان اذكره، فارتد على اثارهما يعني تبع الايه؟ يبقى اذا القصه معموله ليه؟ علشان الكلام الذي يتحدث عن القصه
هو بعينه يتبع واقع القصة فلا تزيد. نبقى دي علشان نعمل بها ايه؟ نقول اياك كما يحدث في القصص الفنية الحديث. القصص يقول لك ايه؟ ده زود لقطة عشان الحبكة الفنية، ده زود عشان الإثارة وانتباه الجماهير. لا، قصص القرآن يعمل ايه؟ يتبع القضية زي ما حدثت تمام بأمانة، ملوش دعوة بالحبكة الفنية، ملوش دعوة بالإهاجة، ملوش دعوة بالإثارة، لأنه مش عايز قصة عشان الشباك عشان يتوزع ويجيب الناس. لا، ده احنا بناخد القصة لمين؟ قصة علشان العبرة، يجيبها زي ما هي ولا لا. فإذا كانت القصة في القرآن تتبع، لأن القصة نوع من التاريخ. وما هو التاريخ؟ التاريخ يعني إيه؟ التاريخ ربط الأحداث بأزمانها، أدي معنى التاريخ، نربط الحدث بإيه؟ بزمنه. بس ربط الأحداث بأزمانها ولا ربط الأشخاص أيضا بأحداثه؟ لأن التاريخ قسمين، مرة يجيب تاريخ حادثة من الحوادث فيجعلها هي الأصل الذي يدور عليه محور الكلام، الحادثة نفسها، ثم يأتي بالأشخاص مهما كانوا كثيرين الذين يدورون حول القصة. دي اسمه قص لحادثة، موقعة بدر حادثة، يوم لما يجي يتكلم عن الحادثة يذكر بقى كل ايه؟ كل الأشخاص اللي داروا حول هذه الحادثة. يبقى اسمه بيأرخ لمين؟ للحادثة، وجاءت الأشخاص تبعا للحادثة. لكن افرض انه بيأرخ لأبو بكر، يبقى بيأرخ لشخص، وبعدين يجيب كل الأحداث التي مرت حوله. يبقى عندنا إما أن يؤرخ لشخص وإما أن يؤرخ لإيه؟ لحدث. فإن أرخ لحدث يشمل كل الأشخاص حوله، وإن أرخ لشخص يشمل كل الأحداث حوله. القصة بقى عندنا في القرآن مرة تكون للحدث ومرة تجيب لمين؟ للرسول. المسألة مش عايز الرسول، لأن لو الرسول كان جاب تاريخ حياته في صورة واحدة وانتهينا، وانتهى. لا، إنما مدام قال له ثبت به فؤادك، يبقى وجه التثبيت نشوف النبي عايز تثبيت في الحتة دي إيه، نقوم نجيب له لقطة من الرسول ده، ولقطة من الرسول ده، ولقطة من الرسول ده، ولقطة من الرسول ده. يبقى نمر في كل القصص عشان ناخد إيه؟ الحدث اللي هو عايزين نثبته، مش جايب لك قصة الرسول. قال لك طيب، قال لك وبعد ذلك اوعى تقول ده القرآن ما يقدرش يجيب قصة كاملة كده ومستوفيها، ورسول يقول لك اهو جاب لك قصة يوسف. قصة يوسف من اولها لاخرها حدث دارت حوله اشخاص، وشخص دارت حوله احداث. يبقى قصة يوسف جمعت الايه؟ يعني مش حادثة بس وحولها اشخاص، لا، واشخاص حولها ايه؟ يبقى جمعت النوعين ولا ما جمعتش النوعين؟ ادي معنى احسن القصص. القصص مره يجي حادثه وتدور حولها الاشخاص، ومره يجيب شخص وتدور حوله. القصه يوسف جابت ايه؟ الشخص يوسف، واحداث كتيره بقى، الرؤيه واخوانه لما تامروا عليه ورميه في الجب وشروه وراح للعزيز وطلع من الله. شخص واحد دارت حوله ايه؟ احداث، وفيه احداث دارت حوالها ايه؟ اشخاص. عرفنا اخوته، وعرفنا مثلا ابوه، وعرفنا العزيز بتاع مصر، وعرفنا مرات العزيز. الله، كل دي عرفناه ولا ما عرفناش؟ عرفناه. يبقى اذا احسن القصص يعني ايه بقى؟ قصص جاء بايه؟ بايه؟ بشخص حوله وبحدث حوله ايه؟ او ان احسن القصص الحسن ياتي من نوعين، من ان كتب في قصة يوسف الكتب الأخرى تكلمت عنها، لكن لما جت في القرآن حتى العلماء اليهود لما بقوا يحبوا يقروا القصة يجوا يسيبوا الكتابة بتاعتهم ويروحوا المين. يبقى كأن القصة وإن كانت أحداثها واحدة، إلا أن بقى إيه؟ صياغة الأداء بقى وتلمسات المواجيد النفسية وإبراز المواقف المطوية في النفس البشرية دي كلها دي من حبكة ايه؟ من اداء البيان. يبقى احسن القصص في ايه؟ في انه جاب ايه؟ جاب القصة اللي تاريخها معروف للكل، بس ده جابها بشكل وده جابها بشكل وهو جابها بشكل. لما تيجي تقراها في القرآن تلاقيها ايه؟ شيء تاني خالص. يبقى احسن القصص في القصة نفسه.
أو أحسن القصص، لأنها اشتملت على عبر متعددة، عبر في الطفولة تواجه الشيخوخة، تواجه المساواة في الأخوة، تواجه الحسد، تواجه الحقد، تواجه التمرد، الله كل دي عمليات كبيرة قوي. تواجه كيف أن الحق سبحانه وتعالى يلقي في أذهان من يربي يوسف ومن يعيش فيهم أنهم يحبوه كده، ألقيت عليك محبة ويعتنوا به، وما كل دي. وبعد ذلك كيف حين ملك إرث النبوة دائما قال برضو لإخوته اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تسريب عليكم، زي ما رسولنا قال للناس في مكة اذهبوا فأنتم. الله، عبر متناهية ولا مش عبر متناهية؟ عبر متناهية. لما دخل السجن مسجون بظلم ومسجون بحق، والمسجون بظلم يروح للمسجون بحق، هو اللي يلجأ له ويقول له كذا وكذا 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 وكذا. الله، تبقى عبر متناهية. فتقول أحسن القصص إما لأنه جمع الحادثة وما دار حولها من الأشخاص، أو جاء بالشخص وما دار حوله من الأحداث، أو أنه أحسن القصص في أنه أدى المتحد في كل اللغات لكن بأسلوب جذاب مستميل مقنع ممتع، أو أحسن القصص لأن فيه إيه؟ كل قصة من القصص اللي قالها للرسل تاخد لقطة، ودي جاب لقطات إيه؟ لقطات متعددة تساير العمر الزمنية والعمر العقلية والعمر العاطفية للإنسان في كل إيه؟ في كل أطواره، ضعيفا مغلوبا على أمره، وقويا مسيطرا ممكنا من كل شيء. خد دي، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. يبقى الحسن جاي من إيه؟ من إنه جاي في أسلوب القرآن، وأسلوب القرآن أصله جاي معجزة. يبقى أدينا لك القصة بإيه؟ بأسلوب إعجازي، بأسلوب البشر ما يقدرش عليه. بما أوحينا، أي بوحينا إليك هذا الإيه؟ هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. من قبل نزول القرآن ما كان محمد إيه؟ كان أمي، ما عرف عنه أحد إنه لا خطيب ولا شاعر ولا حكيم ولا بيقعد يلفت الناس إلى منطقه، ولا ما حد يعرف عنه إلا الصفات الخلقية العالية، وهي الصدق والأمانة. ودي الصدق والأمانة يعرفوها ليه وفقعت كده به في تاريخه؟ لأنها مطلوبة في الرسالة، لأنها مطلوبة، صدق في أنه ما كذبش على البشر لن يكذب على الله، أمانة أنه يمسك الحاجة يتناول الحاجة من السماء وإيه. يبقى إذن الوصفين اللي شهر بهم قبل البعثة مطلوبين في مين؟ وإلا ساعة ما جه يقول إنني رسول، هل جاب القرآن لأبو بكر وقال له شوف القرآن نزل عليه إزاي وأقنعه بإعجاز القرآن؟ ولا أبدا، قال له بس أنا رسول بس، ما زادش عن حاجة. قال له صدقت. الله، ليه؟ قال لك ما جربناش عليه كذب في البشر، هيكذب على إيه؟ فلما قال له صدقت خلاص كل حاجة. قول قال ولا ما قالش؟ لما قالوا له على الإسر وصاحبك يحدث أنه ذهب إلى بيت المقدس ومش عارف وعور كبير السماء، فاهمين انه هيستعجب، يقول ازاي تحصل منه دي؟ هو ده ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى له؟ ايه قال؟ هو قال ولا ما قالش؟ قالوا له قال. قال ما دام قال يبقى صادق. قال لا، مساله ايه؟ يبقى اذا حيثيه الصدق قبل الرساله هي اللي عملت ايه؟ هي اللي جابت له في الرساله. طب وخديجه امنت به ليه؟ قال لها القران ولا قال لها ولا جاب لها سيره؟ ابدا، مفيش حاجه من دي ابدا. قالت له لا، ده انت ايه؟ انك ايه؟ نشوف تاريخك كده. الله، تصل الرحم وتكسب المعدم وتعين على نوائب الحق، اللي يعمل كده ربنا ايه؟ مش ممكن. الله، من قضايا من ايه؟ بقى اخذت قضايا من فطرته لتصدقه في نبوته قبل ما يعمل اي حاجه. طب ده القران ما عجزش الا الناس اللي كانوا ايه؟ زي ما يقولوا عندنا في الفلاحين معطرسين، انما الناس اللي قال خلاص انتهت المساله. ان كان قال فقد ايه؟ ان كان. ولذلك لما كان يحصل شيء يخالف واقع الأشياء في نظام المقدمات والنتائج والأسباب والمسببات، كانت بعض العقول تقف معه. يجي أبو بكر يقول لهم حسبه، ده رسول الله، خدوا بالكم. يجي أبو عمر يقول له في الحديبية، يقول له ألسنا على الحق؟ ألسنا مش عارف إيه؟ إزاي نرضى الدنية؟ إزاي هم يقولوا كذا وإحنا نقبل منهم؟ إزاي؟ الله 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 الله.
فماذا قال له أبو بكر؟ قال له إلزم غرزك يا عمر، يعني أعرف مركزك ومقامك، إنه رسول الله. وبعدين حب يأكد إن ده مش تقليد أعمى، فقال لا ده تقليد بصير، مش إحنا نقول ده فلان بيت مع فلان إيه إيه تقليد أعمى، نقول له لا يا أخوة مش أعمى، ده تقليد بصير. طب قالوا له إزاي أنت عمال تقول صدق وما صدقش؟ قال الله بقى أنا أصدقه في خبر السماء يأتيه في اللحظة ثم أكذبه في النظر. طب ده معقول؟ كنا نكذب من الأول الأمر. الله، إذن كلام واعي ولا مش كلام واعي؟ كلام واعي. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الغافل ما يتهمش، المسألة دي مش في باله، يعني لا يعلمها لا جهلا ولا قصور عقل ولا لا، مش إيه مش في باله ما بحسهاش، أو غافلين عن القصة ما تعرفهاش لأنك أنت لا قريت كتب ولا قعدت على معلم فقصة تسكم اللي حيقولها لك، يعني محدش قالها. وكانت برضا من ضمن الإعجاز لما قالوا إيه، روحوا اسألوه عن الجماعة إخوة يوسف وقوم يعقوب ليه طلعوا من الشام وراحوا مصر، فاهمين بقى أنهم عايزين إيه يعملوا له يعني مقلب، وإيه القصة بتاعة يوسف مع القوم ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي. أم ساعة ما قالوا ما قال لهم دي راح ربنا منزل عليه بقى البيان العالي ده والقصة اندهش. طب وده ده لا أمي لا أرى ولا كتب ولا قعد، يبقى من علمه؟ يبقى ما علم. ولذلك في الاثنين سواء كان في أمر الدين يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، إحنا اللي جايبين. ويجي في الأحداث اللي بتاعت التاريخ والبتاع ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت بجانب الغربية إذ قضينا إليهم وما كنت ساهيا في أهل مدن. الله، يبقى في الاثنين ما تعرفش، يبقى دليل على أن ده من اللي جابوه لك الله سبحانه، وهو ده اللي هو عايزه. يقولوا ده محمد عبقري، قالوا يعملوا مسابقة المفكرين يقول لك محمد طلع الأول على عبقري العالم، يقول له يا اخويا ما تقولش لا عبقري ولا مش عبقري، قول بس انه رسول وخلاص كتر خيرك. طب ما دام عبقري يا اخي كده، ده انت بمقاييس العقل كنت تتبعه، بمقاييس العقل انت كنت تتبعه، لكن انا مش عايز يا اخويا، انا يكفيني انه ايه، لانه مهما كان عاقلا فدوران عقله في قدرات البشر، انما رسالته في قدرات من خلق البشر. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإحنا عارفين إن أوحينا الوحي هو إيه؟ إعلام بخفاء، إعلام مش إعلام واضح كده كل واحد يسمعه، إعلام بإيه؟ تبقى أنت قاعد كده وبعد ذلك عند ضيف عند واحد وبعد ذلك تلتفت تلاقي إشارة بسيطة كده للخادم، جاب لك قهوة، إشارة خاصة جاب لك شربات، إشارة خاصة وضبه غده من دون ما تدرى، اسمه إلهام بإيه؟ بخفاء، أنت ما تعرفوش مش كامل. وإحنا قلنا إن الوحي ما دام إلهام بخفاء يبقى بيقتضي من الذي أوحى؟ قد يوحي الله، يكون الموحي مين؟ يوحي المين؟ ربنا يوحي مرة للملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني إيه؟ معكم. ويوحي إلى الإيه؟ أوحينا إليك كما أوحينا إلى إيه؟ موسى وفلان، يبقى ده وحي إلى الرسل. ومرة يحيي إلى الصفوة، وإذ أوحيت إلى الحواريين ألهمتهم كده وجبت أن أمنوا بي وبرسل، ويوحي إلى المصطفى من الخلق كده وإن لم يكن للرسالة، وأوحينا إلى أم إيه؟ أم موسى. الله، وكمان يجي مثلا يقول لك إيه إن ربنا أوحى بأن ربك أوحى لها حتى للإيه؟ للأرض. الله، للنمل، ربنا هو اللي يوحي ليه؟ لأنه هو خالق الخلق وأعلم بما إيه؟ بما من خلق ويخاطبهم، انت ما تعرفش بيخاطبهم ازاي، هو ايه خاطبهم، ولذلك خطب الجماد اللي هو سمى الارض قالتا اتينا طائعين، خلاص انتهت المساله. بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله، اي من قبل نزوله لمن الغافلين. واحد يسول لك يا اخي كان غافل، تقول له هيدي الاعجاز، لانه لو كان نصح نقول ده علم شويه، نقر شويه اخبار من هنا وشويه اخبار من هنا وشويه اخبار، لا ما فيش حاجه. نبدا بالقصه بقى، القصص بقى اذكر
اذكر إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بقى بدأ القصة بإيه؟ بدأت القصة بإن يوسف قال لأبوه يا أبتي. كلمة يا أبتي أصلها يا أبي، بس في اللغة العربية يقول يا أبي، يا أبتي، يا أبتا، يا أبا، ماشية دي ودي ودي، وكل واحدة لها ملحظ إيه لغوي. يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، أدي جملة، ومن منا لم يرى الشمس والقمر ومش 11 كوكب، كواكب لا عد لها في السماء، كلنا شفناها ولا لا؟ العظمة بقى مش هنا، الشمس والقمر يتجمعوا ويا بعض، دي حاجة يعني عجيبة. طب ده إذا الشمس ظهرت القمر ما تقولش مش موجود، هو موجود بس متدارج، إنما هو يشوف الشمس والقمر ويا بعض، أدي أول حاجة. طب وازاي النجوم التي لا حصر لها ديا طلعوا 11 منها كده وتميزوا له في موقف؟ طب واحد يبص للسماء كده يوم يلتفت، كم نجم؟ نجوم كتير قوي، يبقى 11 اللي برزوا كده ده لازم يميزوا تمييز خاص وعدهم، بس هلا يعني عدهم يبقوا معناها انهم ايه؟ انهم واضحين قوي. يبقى الاعجاز الاول ايه؟ الشمس والقمر ايه معا، هذه واحدة. ثانيا 11 كوكب من ضمن ايه؟ كواكب السماء، وشافهم لهم حركة خاصة، يبقى لازم وعدهم 11، تبقى مسألة عجيبة دي، ادي واحدة. وبعدين نقدر نقول اهو كل واحد رأى الشمس والقمر، ولو الشمس مرة والقمر مرة والنجوم مرة، انما هو شافهم. بعدين قال كان القياس كده، ما دام بيقص القصة، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين، مش كده؟ أدي الأمر، إنما قال تاني رأيتهم لي ساجدين، أدي العبارة هي. يبقى الشمس والقمر و11 نجم وتميز وعدهم مسألة. وبعدين ما قالش ساجدين على طول، قال لا، رآهم الأول وبعدين رآهم تاني، قال لك أيوه، لأن كونك تقول الشيء سجد لي لازم تشوف الشيء قبل ان يسجد، وبعدين تشوفه ساجد. طب ما يمكن لو كانوا ساجدين على كده وهو شافهم كده، هو وضعهم كده مش ساجدين لك ولا حاجه، هو الوضع كده، لا، رآهم على الحقيقه بدون سجود. ثم رأى المنظر الثاني، رأيتهم لي ساجدين، ولذلك تكررت كلمه رأى، فرأى هنا للحقيقه قبل ان تسجد، ورأى الثانيه للحقيقه ساجده. خلاص يقول لك ده بيكرر القرآن، القرآن بيقول رأيت ورأيت، مسألة مش رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله، طب مش هو اللي أظهر الشمس والقمر الأول، كان هم دول اللي ده، كأن الكواكب لما عملت كرسي كده ويا بعضها واتخلعت مع بعضها 11 وعديهم، هي دي العجيبة. الشمس والقمر ما هي ظهرة، انما 11 كده يتميزوا من دون الكواكب ويخرجوا كده بتاع، يبقى هي دي اللي عايزه ايه؟ اللي عايزه اهتمام بها. اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. الله، كلمه لي لها معنى وساجدين لها معنى. طب ما يمكن نازلين كده للخسف ولا عاملين اي حاجه، قال لك لا ده السجود لي، يبقى لازم رأى فيهم ملامح الخضوع لذاته كده، مش يعني مش حركه كده بعيده، لا، رأيتهم لي. طب ساجدين، ده ساجدين دي جمع مذكر سالم، ولا يجمع جمع المذكر السالم الى العقلاء الا ايه؟ العقلاء، يعني ما تجمعش جمع مذكر سالم الا اذا كان ايه من العاقل، وساجدين دي هم مش عاقلين. قال لك يا اخي بقى بدك يوصفهم بالسجود ولا يبقاش عندهم عقل؟ ليه؟ هو العقل يعمل ايه؟ عشان يعمل ايه؟ ده العقل عشان يختار بين البدائل ويشوف ايه ويشوف ايه ويشوف ايه ويشوف مصالح ومش عارف ايه. طب مصالح الدين ولا مصالح الدنيا الاول؟
مصالح الدين. طب وايه اسمى ما في الخضوع في الدين؟ السجود. ده يبقى عاقل قوي، جاب اخر اقصى ايه تمتون ده بسجود لله. وقال لك هو سجد له بنفسه ولا بامر المسجود له؟ ده سجد بامر الله، يبقى سجود التكريم مش سجود الايه. زي ما سجدوا لمين؟ زي ما سجدوا لادم. ويقول بقى ما دام ساجدين، ما دام كلمه ساجدين دي خاطبهم خطاب العقلاء. العقلاء لمين؟ ليك انت؟ لا ليك انت، لا ابهب كده امام السماء والارض والدم والجماد والحيوان ولا حد سائل عنك، انما عاقلين عن ربهم. عاقلين عن مين؟ عن ربهم. ولذلك لما تقرا القران تقوم تلاقي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. ده السماء اللي هو قال ايه ما فيش فيها فروق، اولم يروا الى السماء فوقهم ايه كيف بنيناها وزيناها وما لها ايه من فروج. وبعدين السماء ايه تنشق كده، ده حدث جامد. قال لك واذنت لربها، اذنت اذنت يعني من الاذن، سمعت من ربها، فكان مجرد سماعها لازم تنفعل وتنشق. واذنت لربها، سمعت له، وساعة سمعت له اطار العين، اذا زي الارض بتاع زمان. قالت ايه؟ قالت اتينا ايه؟ طائعين. وكل عالم من عوالم الكون امم امثالكم. انت بتتفهم باللغه بتاعتك. طب ده انت يا من تتفاهم بلغه اللسان، اذا التقيت بمن يتفاهم ايضا بلغه اللسان ولكن بالفاظ غير الفاظك ما تفهمش عنه، مع انها لغه لسان واحده، الا اذا تعلمت لغته بقى. وبعدين بيقول لك ترجم لي، اللي ما يعرفش يقول لك ايه ترجم لي بقى. اذا بلغه اللسان ما دام ما اعرفش التواضع فيه ما اقدرش افهم عنه، الا اذا واحد علمني او ترجم ايه. ادي في لغه الانسان، اللغه اللي هي اللسانيه الواحده. طب اذا كانت اللغه مش لسان بقى، تبقى ما نفهمش خالص، لا نفهم لغه الحيوان ولا لغه النبات ولا لغة الجماد، ما نفهمهاش خالص. فإن أفهم الله بعض خلقه لغتهم فهمها، مش كده؟ وسخرنا مع داود الجبال يسبح. طب ما هي الجبال بتسبح مع داود ومع غير داود؟ قال بس يوافق تسبيح الجبال تسبيحه، يعملوا كرسي ويا بعض كده، كرسي كوني من إنسان أعلى أعلى الكائنات لأدنى الكائنات وهو الجماد. الله في تسبيح ولا حاجة بتسبح، بس انا ما بفقهش التسبيح. فان علمني الله فقه التسبيح افهم. ما قالش وعلمنا منطق الطير، عمل له منطق، مش قال وعلمنا منطق. الم يبتسم سليمان من لما سمع النمل ادخلوا مساكنكم، وبعدين قال ربي اوزعني ان اشكر. ما انت علمت اللغه ام لا؟ اذا ايه كل حاجه لها ايه؟ لها لغه. وما دام كل حاجه لها لغه، اللي يتفهم منها مين؟ خالقها وخالق لغتها. يبقى ساجدين في موضعها ولا مش في موضعها؟ في موضعها. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني، فيه يا ابني، ودي مش واردة كتير، لازم كل يقول ايه يا بني، انما لما يتحدث عنه على غير ان ابني من اهل، انما لما يخاطب يقول له يا بني. ليه؟ خطاب التحنين والقرب من القلب. بني تصغير ابن، يعني لسه ايه صغير، في حاجه لمين؟ للرعايه. يقوم يحننه بالايه؟ يا بني. كلمه يا بني دي هتفيدنا قدام كتير. لا يوسف اخوه احب الى ايه؟ الى ابينا منا. وتجد المقابل بين الأصل والفرع. هو قال له يا أبتي، اللي فزع إليه عشان يشوف له الأمر المعضل، وهو قال له يا إيه؟ يبقى إذا كل الواحد ما يصيبه فزع يروح لمين؟ للي بيحبه. ربوح للي بيحبه. هو لما جات له حاجة كده بعيدة عن عقله راح لمين؟ لأبوه.
ولما قال لي لابوه، ابوه اللي ملان حنان دي، قال له يا بني معناها ان في حنان وفي عطف، وهيقول له على الحكايه اللي تناسب ايه اللي تناسب. ولذلك لما يجي الراجل يقول له يا بني ما تعملش كده، يعني بيقول له انت لسه صغير وفي حاجه الى تربيتي، فاسمع كلامي ما تتنحش من دلوقتي، لسه بدري. ايه اما تبلغ يبقى تنح، اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي يا بني، يعني لسه انت صغير، لسه مالكش ذاتيه. ما يبقى لك ذاتيه نبقى ايه، نبقى نتكلم مع بعض على ايه، على خويه. ان كبر ابنك، على ان كبر ابنك، يعني معنى ان كبر ابنك ايه، طب وما كبرش يبقى لازم يفضل ابني بني، يقول له يا بني، يبقى لسه صغير. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. اولا كلمة رؤياك لفتتنا إلى أن الرؤيا كما فهمناها كده ساجدين، ما هو يفهم من ساجدين أنه شافها بالرؤيا، الآن استمسوا الأمر ما بيسجدوش لحد، إنما ما كانتش بالنص. إنما كلمة لا تقصص رؤياك أفادت أنها رؤيا منامية، رؤيا منامية. ليه؟ أم قال لك لأن اللغة من دقتها تجعل رأى واحدة بس، يختلف المصدر فيها باختلاف ما ترى من يرى. أرأيت وأنت يقظان، ولا رأيت وأنت نائم؟ فإن رأيت وأنت يقظان يقول رأى رؤية، رؤية. وإن كان وهو نائم يقول إيه، رؤيا. يبقى دي بالهيه ودي بالإيه، بالألف. يبقى الرؤية اللي هي مصدر رأى، فرأى فيه اتفاق، ده رأى وده رأى، بس ده رأى يقظة وده رأى إيه منام. إذن ففيه التقاء في رأى، ولكن اختلاف في حالة الرأي، أهو يقظان أم هو نائم. فلا بد إن المصدرين يبقى فيهم الاتفاق وفيهم الإيه، الاختلاف. الاتفاق على أنهم كلهم مؤنث، لأن علامة التأنيث إما تاء وإما ألف ممدودة وإما ألف مكسورة. فالرؤية الحقيقية خدت التاء اللي هي عمدة التأنيث، فاطمة، عائشة، هي دي عمدة الإيه، التأنيث. في تأنيث بالمد، لمياء، شيماء، تأنيث في سلمى، في ليلى، يبقى التأنيث في ت، وفي ألف ممدودة، وفي ألف مقصورة. يبقى ما دام اتفقوا في أنهم رأوا، يجي الفعل واحد، رأى ورأى ورأى. بس إذا لأنه رأى يقظة نقول له إيه؟ بعمدة التاءات، تاء العلامات، رأى رؤية. هات التانية، رأى رؤيا، انما برضو الف تانيث مكسوره ولا لا؟ يبقى الف تانيث ايه؟ مكسوره. فما دام رؤيا تبقى ايه؟ مناميه. ما يقتحش في هذا انها مناميه الا ايه واحده في القران. الرسول حينما عرج به واسري به ومش عارف ايه، الله قال له وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. دي شبهة من قال إن المسألة كانت في المنام كلها، لأن ربنا قال إيه؟ رؤيا. ولو كانت في الحقيقة كان جابها بالإيه؟ بالتاء. يقول له ما فهمتش عن ربك برضه، هو بده يديني زي ما احنا نقول شيء عجيب ولا في الأحلام نشوفه. فكأنها إيه؟ يعني حاجة إيه؟ عجيب أولى بها أن تكون في الأحلام، إنما هي مش في إيه؟ هي مش في الأحلام. بدليل إيه يا سيدي؟ أم قال لك لأنه قال جعلنا الرؤيا فتنة للناس. وهل إذا حدث إنسان إنسانا بأنه رأى في الرؤيا أي شيء يكذبه؟ ما يكذبوش. إذا ما دامت فتنة للناس تبقى إيه؟ تبقى لازم تكون حتى يبقى جبد وإيه؟ وجبد. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. لا تقصص رؤياك على ايه؟ اخوتك. طيب هو انا مأمون عليك، انما اخوتك مش مأمونين عليك. فلما تقولها لي انا هشوف لك ايه الصالح فيها، انما هم لما تقول لهم يمكن الاغيار البشريه يحسدوك. طب وهيحسدوه ليه؟ واحد قال انني شفت السماء بتسجد لي كلها بنجومها كلها، ايه اللي هيحسد فيني؟ قال لك لا، ما هو يظهر هم عارفين تأويل الرؤيه. فعقوب زي ما هو عارف تأويل الرؤية
ولاده عارفين تأويل الرؤيا، ولو قالهم هيفسروها بأن هو هيبقى عليهم، وهم متضايقين منه من دلوقتي من مركزه وهو طفل، إنما لما يبقى بقى يراقب ما تعدتش إخواته بقى ده، لا أبوه وأمه كمان سجدوا له، يبقى يبقى إذن لا تخصص رؤياك على إخوتك. يبقى أولا فهم علم يعقوب بما آتاه الله من علم تأويل الرؤيا إن دي حادثة هتبقى تحصل، لأن رؤيا الأنبياء حق خلاص، وأولها له وأولها له. وبعدين طيب وخاف ليه؟ يقول لازم اولاده برضو عندهم ايه، ما هم اصبار، ما هم ايه، اوعى اوعى موقفهم من اخوهم يوسف يخليك تدخل في قلبك حاجه ضدهم، لا ده دي اغيار البشر، اغيار البشر. ولذلك تعرف الاخيار من الاشرار بايه؟ الشرير تتصعد عنده حوادث السوء، والخير تتنازل عنده حوادث السوء. ازاي؟ واحد شرير زعلان من واحد يقول ده عمل فيها كده، انا عايز اقابله اضربه قلمين. قلمين ايه؟ ده انا امسكه واكتفه واديله قلقه ما كسر عضوه، ده انا اضربه رصاصه. الله، يبقى الشرير بيعمل ايه؟ بيتصاعد في الاجرام. الخير ما يقولش كده، يقول الواد ده نرتاح منه، ما نضربه رصاصه ولا عليه نضربه علقه ولا عليه يضربوا قلمين كده ولا على ايه نبوبخه. الله، يبقى الخير يعمل ايه؟ ينزل، والشرير يطلع لفوق. هم قالوا ايه؟ قالوا اقتلوا يوسف، لكن ده هم اصبات، او اطرحوه ارضا. نزلت ولا ما نزلتش؟ يخلوا لكم. ولما جم يطرحوه ارض قال لا ما تطرحوش في ارض يا شيخ، يمكن يتوبوا. القوه في غيابات الجب، يلتقطه بعض السياره. الله، عيب تبكر برضه في نجاته. مش كده؟ يبقى برضه ايه، اخيار ولا مش اخيار؟ اخيار. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. معنى الكيد يعني ايه؟ الكيد احتيال مستور لمن لا تقوى على مباجهته. اذا ما يكيدش الا الضعيف، القوي ما يكيدش. ليه؟ لانه يواجه. ولذلك بعض الناس يقول لك ده النساء اعظم من الرجال. ليه يا اخوي؟ قال لك لانه بيقول كيدهن عظيم. نقول له لا، ده ما دام كيدهم عظيم يبقى ضعفهم اعظم، لان ما يكيدش الا الضعيف. ما يكيدش الا مين؟ الا الضعيف. واحد مثلا قوي ومسك عدو له مش عارف ايه، ما يبيتلوش، يجيبه كده اهو يضربه عليه، وبعدين يروح سايبه كده يقول لك يلا انا لما عاوزك في اي وقت. انما الضعيف يعمل ايه؟ بمجرد ما يملك خصمه يقول لك ده فرصه دي، خلص عليه. وضعيفه فاذا اصابت فرصه قتلت، كذلك قدره الضعفاء. انما قدره الاقوياء يقول لك انا قوي اجيبه في اي وقت، هيروح من زي ما بنقول احنا في عرفنا تمام، هو هيروح مني فين؟ مش كده ولا لا؟ فيكيدوا، كان يقول ايه؟ فيكيدوك، ألف يكيد لك. ايه الفرق بين العبارتين؟ يقول لك يكيدني يعمل فيا شر مستور، انما ساعه ما يقولوا فيكيدوا لك هم هيعملوها على انه شر من جهتهم، انما هيطلع خير لك انت. يبقى الكيد بتاعهم الشر ده هيجي لمصلحتك انت. فيكيدوا ايه؟ وكذلك كدنا ليوسف. كدنا ليوسف يعني ايه؟ كدنا لصالحه. كدنا لمين؟ لصالحه. فيكيدوا لك ايه؟ نطح النبوة بيغلب على اللسان. فيكيدوا لك كيدا. إلا بقى إن الشيطان للإنسان عدو مبين. طبعا العداوة معروفة، لانه مثلا هو خرج من الجنه وادم ربنا قبل توبته وطرد ولعن ما قبل، عدو. وما دام عدو قال له بما اغويتني لاغوينا، انا خلاص العداوه مسبقه. وما دام عداوه يبقى عايز الكل ايه؟ الكل عاصي، يقوم ما يياس من انه يعمل ايه؟ يروح يسلط على اي واحد. ولذلك النبي قال بس انا شيطاني اعانني الله عليه فاسلم. يكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. مبين يعني محيط به كده،
يروح له من هنا من هنا. ولذلك لما تقرأ القرآن تقوم تجد الإحاطة بس فيها يقظة الإحاطة. قال إيه؟ لآتينهم من إيه؟ من بين أيديهم ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله. الله. طب دي الإحاطة هي الإحاطة السطحية، إحاطة الأحجام ما جابهاش، ما جابش لا فوق ولا تحت. أم قال لك لأن اللي عايش بعابدية من فوق وعبودية من تحت لا يدي إليه الشيطان أبدا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.